حبيب إبراهيم حبيب العدلي نبيل سليمان. حكم مشدد بالحبس 7 سنوات أحدث حكم أصدرته محكمة مصرية على أحد رموز فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا بفساد وزارة الداخلية. قائمة الاتهام الموجهة ضد العدلي و12 موظفا بالوزارة تضمنت الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه في الفترة من عام 2000 حتى 2011. إن الأهواء التي جمحت بنفس المتهمين قد حجبت عنهم كل ما هو دون مصلحتهم، فصاروا لا يعبؤون إلا بما يحقق لهم الكسب. هيئة الدفاع عن المتهمين أكدت رفض المحكمة التصالح مع بعض المتهمين أسوة بالمصالحات التي تجريها الدولة مع عدد من رموز نظام مبارك مثل رجل الأعمال الهارب حسين سالم. وكان حبيب العدلي وعدد من رموز مبارك قد حصلوا على براءات في عدة قضايا فساد كالقضية المعروفة إعلاميا باللوحات المعدنية التي اتهم فيها العدلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف. الكلام ده والقضية دي في سابق عهد قديم، ليه الناس دي كلها ما اتحاسبتش؟ ازاي وزاره الماليه وجهاز مركزي المحاسبه بيبعت لهم جوابات شكوى وتقدير كل سنه عن ختام الموازنه الماليه والنهارده جايين يتحاكموا؟ كان فين جهاز مركزي المحاسبات؟ وتواجه مصر من بين مشاكل وازمات عده ظاهره الفساد التي تنخر جسد الدوله والمجتمع منذ عقود، وتبدو الدوله عازمه في الاونه الاخيره حسب مراقبين على مكافحه الفساد في ظل ضبط الاجهزه الرقابيه في البلاد عده قضايا فساد لشخصيات هامه في الدوله. ده دليل على ان الدولة بتحارب الفساد وان هي لا بيهمها شخوص المتهمين، بدليل ان دلوقتي الرقابة الادارية واثبتت فساد جهات احنا كنا فاكرينها ان هي بعيدة عن الشبهة. وحسب المؤشرات الدولية انخفضت درجة مصر في عام 2015 إلى 36 من 37 في العام السابق من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد الذي تعلنه منظمة الشفافية الدولية سنويا، محتلة المركز 88 من أصل 168 دولة. فيما تدفع هيئة الدفاع التهم المنصوبة إلى المتهمين وتقول إن رموزا من نظام مبارك حصلوا على براءات في قضايا متشابهة، يرى مراقبون أن الحكم على العدلي ب7 سنوات مشددة ورد الأموال التي استولى عليها دليل على عزم الدولة على محاربة الفساد. محمد عبد الله، الحرة، القاهرة.